بكره الصبح رح يبعثوا لي ليستا من المعرض بافخم السيارات، بدي ابعت كم هديه. ضروري حياتي، وكمان بدنا نزور القائد بعد. طبعا مش بس الزعيم، لازم نعمل توازن بين الخصوم. بهاليومين بدبر زياره. مدام جنيدة، شو عرفت مع مين عم بيقعد انور زيدان؟ مع مين؟ البنت اللي بيشوفها دايما، هيدي الصحفيه علا سليم. اكيد انت. وين عم بيشوفوا بعض؟ بيقعدوا بقهوه كل كم يوم، اوقات لحالهم اوقات بيكون معهم بنت او شاب. برافو، خليك عم تراقب لي كل الوقت. ومرت التانية بدي صور. أمرك ستنا. شو حلو. خير حياتي؟ كله خير يا قلبي، كله خير. شغل زعيم؟ هيدا مبلغ متواضع مني تبرع للحزب للنشاطات الخيرية. ايه الله يكتر من امثالك استاذ حاتم، انت كريم والحزب بيستاهل الدعم المادي، هو اساس استمرارية الحزب يلي عم يسعى لاصلاح هيدا البلد. وطالما في ناس امثالكم نحن متفائلين انه هالزعران رح يتضبضبوا وانه الحكم الصالح رح يكون لصالحنا. نحن بخدمة الحزب يا زعيم. زعيم؟ شو رأيك تطلع معنا ويك اند على باريس بطيارتنا الخاصة؟ هيك بتعمل لك ريلاكس. والله كنت بتمنى، بس بتعرفي الانتخابات والحكومة شغلتنا. معك حق، الله يعطيك العافية. زعيم سمعت إنه الحزب طلع له 6 وزراء. شو رأيك بحاتم وزير؟ بتعرف هو ما بده، بس أنا بدي أقنعه. ومين قال لك يا ست رنا نحن مش عم نفكر بالأستاذ حاتم؟ حاتم صار له مدة عم بيدعمنا، وإذا وصل على الوزارة أكيد رح يدعمنا أكثر. بتعرفي نحن قادمين على انتخابات، والانتخابات بدها مصاريف كثيرة، وخصومنا عم بجهزوا حالهم لغلي حرزاني بالموسم الجاي. كلنا تحت أمرك زعيم وعلى حسابك، مش هيك يا حاتم؟ طبعا شيري. شكرا، أهلا وسهلا، تفضل. حلوة. لا ليك، في هاي السيارة وهاي السيارة، بس يوصلوا بتبعت لي اياهم على البيت، بدي اعملهم تست درايف. تكرم عينك ستنا، بدهم وقت لانه عم يعذبونا بالجمارك. ليه ما عم تعطيهم حصتهم؟ المهم هلا بدي 4 سيارات سبيسيال هدايا لاربع قضاة، بتسجلهم وبتطلع لي دفاتر باساميهم، والسعر ما بدنا نحكي فيه. تكرم عينك، بس بدك تقولي بالاربعينات ستنا. يخرب بيتك يا مضروب، انت عم تحكي عن نسوان ولا سيارات؟ ليك في شيك برا ب 150 الف دولار وبزياده عليك، دبر حالك فيهم. بدي 4 سيارات او 4 فورويل بضو الوجه. شو؟ نحن بامرك، تكرم عينك ستنا. عظيم. وهولي الاسامي والعناوين، تحت بيتهم بدي يوصلوا. نحن بامرك ستنا، تكرم عينك. بالإذن. معك. خرب ذوقكم، لا بتشبعوا ولا بتشبعوا. يلا يلا يلا.